السلام عليكم. فرض التطور التقني والعلمي الهائل وما رافقه من تصدير أفكار وقيم من الغرب إلى العالم الأقل تطوراً ومنه الوطن العربي، فرض أسئلة عن أزمة الثقافة العربية وطبيعة هذه الأزمة في ظل عجز العرب عن توليد الأفكار وتحقيق قفزة حضارية مبنية على ثقافة متينة. تغيرت طرق العيش وكثير من العادات والتقاليد عند العرب، بل وصل العرب إلى مرحلة استيراد المفاهيم والأفكار وطرائق التفكير والنظر إلى الكون والحياة، وهو ما يهدد منظومة القيم العامة في الثقافة العربية. هذا قد يكون كلاماً مجملاً عاماً يحتاج إلى تفصيل، ولعل الأهم قبل ذلك هو بيان مفهوم الثقافة وتحرير العلاقة الجدلية بينها وبين الحضارة. هذا كله مشاهدينا الفاضلين نطرقه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، التي تأتي كمحاولة لتسليط الضوء على أزمة الثقافة العربية ومظاهر هذه الأزمة. أهلا بكم. الثقافة العربية حاليا أزمة حقيقية، وهي في مفترق الطرق، فإما أن تنهض وتتخلص من التقليد والانجرار الأعمى وراء الثقافات الدخيلة وتتحرر من التبعية لغيرها، أو أن تختار الموت لتصبح المجتمعات العربية دون هوية ثقافية ولا حضارية. تختلف المجتمعات من حيث الثقافة التي تسودها كإنجازات غير مادية لشعب أو أمة خلال زمن معين، تشمل العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات والإنتاج الأدبي والفني بكافة أشكاله وطرق التفكير ونمط الحياة والفنون المعمارية. لكن الثقافة العربية بتنوعها وتلاقحها تحاول أن تكون الأكثر حظاً وقوة في مواجهة عوامل التعرية الثقافية التي تفرزها تبدلات الأزمان، إلا أن انتشار الأمية الثقافية في منطقتنا العربية لا سيما بين أوساط حملة الشهادات التعليمية والجامعية أصبح ظاهرة تنذر بالخطر، وربما يعود سبب ذلك إلى الاقتصار على التحصيل الدراسي الرسمي وتجاهل بناء الثقافة المنفتحة والمتجددة من خلال مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن مواكبة التطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام. وعلى هذا الأساس، فإن المؤسسات التعليمية والجامعية في العالم العربي الآن تواجه تحديات مختلفة تفرض عليها أن تغير من طبيعتها وأسلوب عملها التقليدي لمواجهة تحديات ثورة المعرفة وتطور الثقافة والنظام والسلوك والتحولات اليومية في المحيط الخارجي. أحد التحديات المهمة التي تواجه الثقافة العربية هو ذلك التطور الحضاري الغربي الذي يقوم بفرض منطقه على الثقافات السائدة في المجتمعات العربية وإجبارها على التطور بعيداً عن جذورها التقليدية. الوعي بأن هناك أزمة ثقافية يعد الخطوة الأولى في إمكانية تجاوزها، وهو بداية الإحساس بها وتشخيصها ومعرفة أسبابها ثم تحريكها من أجل استيعابها ونقلها من السلب إلى الإيجاب. ومن دون هذا الوعي تتخبط المحاولات وتترجل الحلول وتتعثر الخطى، فإن خطوة إلى الوراء تسمح بالإدراك خير من خطوة إلى الأمام تؤدي إلى الهاوية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ عبد الله تركماني، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، والأستاذ نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة. أهلا بكما ضيفي الكريمين، كلاكما من إسطنبول. أبدأ معك أستاذ نبيل، دعني أنقل إليك الحديث عن الثقافة وأزمة الثقافة العربية. لابد من تحرير وتوضيح هذا المفهوم، وهنا أنا مضطر أن أنقل إليك تعريف العالم الأنثروبولوجيا البريطاني الشهير إدوارد تايلور، الذي عرف الثقافة بأنها نظام متكامل يشتمل على كل من المعرفة والفن والقانون والعادات والتقاليد والأخلاق وغيرها من الأمور التي يكتسبها الإنسان بوصفه أحد أفراد المجتمع. بينما قاموس ويبستر الموسوعي يعرف الثقافة على أنها حصيلة طرق الحياة التي طورتها مجموعة إنسانية وتناقلتها من جيل إلى آخر. الثقافة كمصطلح هي حادث عند العرب، ليس قديما. في هذه بين هذه التعريفات التي تواطأت عليها الأمم أو التي اختلفت في تحديدها الأمم، هل نجح العرب في بلورة تعريف خاص ومحدد للثقافة؟ أولا أرحب، أقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحقيقة ما دمنا نتكلم عن موضوع الثقافة في نطاق العربي، فلا بد أن نفهم كيف استعمله المثقفون العرب أو حتى المفكرون العرب. هذا المصطلح كما أشرتم بنفسكم مصطلح دخيل، يعني مصطلح مستورد،
وإن كان معناه ومفهومه موجودا قبل ذلك، فالمفاهيم توجد ثم تصك المصطلحات لتعبر عنها. على أي حال، هو مصطلح وافد من الثقافات الغربية الأوروبية خاصة الفرنسية، وأنا لا أريد أن أتكلم عن كيفية تعريفه عند الاجتماعيين الغربيين أو غيرهم، لكن أريد أن أحدد كيف فهمه الكتاب العرب، وهذا يعني لعله يكون يعني بيانا عاما لهذه الاستعمالات. أولا، هناك الاستعمال في نطاق الدراسات الاجتماعية في الجامعات والكليات، وهذه مسألة ملاحظة، أنهم يستعملون تعريف تيلر هذا المشهور للثقافة بأنها هذا المجموع المركب من العادات والتقاليد والفنون والدين وشتى مناهج الحياة، أو ما يمكن أن نقول إنه الجانب المعنوي للمجتمع الذي يقف خلف السلوك الصادر عن أفراد هذا المجتمع. هذا موجود، ولكن نجده في نطاق الدراسات الاجتماعية بشكل خاص، كأنه مفهوم حديث، يعني هو واسع جدا كما يظهر. ولو قرأنا كتاب الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش، وطبعا هو من خارج نطاق الثقافة العربية، ولكنه مؤثر جدا في هذه الثقافة كما نجد عند المسيري وغيره، فيذهب إلى أن الثقافة تمثل الجانب النظري في حياة الجماعة التي تملك هذه الثقافة، والحضارة تمثل الإنتاج المادي الذي أفرزته هذه الثقافة. هذا استعمال أول. سأبحث أستاذ نبيل، سأبحث بعد ذلك الفرق بينه وبين الحضارة، ربما أسأل الأستاذ عبد الله تركماني. لكن ماذا عن العرب؟ يعني ذكرت لي مثلا، أوردت لي الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رئيس البوسني الأسبق، ماذا عن العرب؟ هل هناك مفهوم واضح حتى يعني يعرف السادة المشاهدون عن ماذا سنتحدث اليوم؟ أنا ذكرت أن في نطاق الدراسات الاجتماعية العربية كما نجد في عند التربويين علماء التربية العرب وعلماء الاجتماع العرب، نجد أن هذا هو السائد عندهم، الثقافة بمعناها العام الذي ورد إلينا من المدارس الاجتماعية الغربية. الاستعمال الثاني فيما يبدو لمن يطلع اطلاع عام على الإنتاج الثقافي العربي الحديث، يجد أنهم يستعملونه بمعنى الفكر. الثقافة هي الفكر، يعني الحالة الفكرية، والمثقف والمفكر الذي يصنع الكتاب ويصنع الدرس العام ويصنع المحاضرة العامة. فهذا أيضا نجده عند بشكل واضح عند الكتاب ذوي السمت الفكري، ممن يسمون بالمفكرين أو الفلاسفة العرب، كما نجد عند مثلا عند عابد الجابري والعمارة وأمثال هؤلاء، يستعملون الثقافة بهذا المعنى بشكل واضح. الثقافة وأزمة المثقفين وكذا وكذا، يشير إلى الثقافة هنا تشير إلى المفكر كاتب الصحيفة الذي يسهم في صناعة فكر المجتمع. هناك مفهوم ثالث، وهو أيضا يعني نجده في بعض الكتابات، وهو الثقافة هي كيفية بناء التصورات، يعني كيف يفهم الناس المصطلح وكيف ينعكس في أذهانهم. فمثلا لو طرحنا في وسط علماني مثلا كلمة الدين كيف تفهم؟ هنا التصورات هي الثقافة، هي التي تمثل هذه الثقافة. مثلا في إطار بعض المتدينين، حينما تكلم عن مصطلح مثل مصطلح الجن مثلا، كيف يفهم هذا المصطلح؟ هل في اطار اسطوري خرافي، او اطار محكوم بنصوص معينه، او اطار انكاري؟ كيف يطرح هذا المصطلح؟ فالثقافه هنا هي كيفيه التفسير والفهم والبيان، وكيفيه يعني فهم المصطلحات، وهي طبعا تتولى اداره الحياه من هذه الوجهه. يعني حقيقة هنا أسأل الأستاذ عبد الله تركماني، أهلا بك أستاذ عبد الله. قد يلتبس المفهوم عند بعض الناس خاصة إذا ما تداخل مع مصطلح الحضارة، نريد أن نفهم من جنابك يعني التفريق في العلاقة الجدلية المشتبكة بين الحضارة والثقافة، وهل ثمة ترتيب في العلاقة بينهما تترتب إحداهما على الأخرى وجودا أو عدما، تقدما أو تأخرا؟ طيب، أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم. مساء النور. وللمشاهدين جميعا. للأسف يعني كان هناك صدى في صوت الضيف الكريم، لذلك لم أفهم كثيرا ما قال، ولكن من حيث المبدأ في الحقيقة الثقافات الغربية بشكل عام لا تفرق كثيرا بين الثقافة والحضارة، يعني بمعنى أنه حتى المنجزات المادية اللي هي تدخل في إطار الحضارة تدخلها في الإطار الثقافي، بينما
في الثقافة العربية والثقافات الشرقية بشكل عام، بما فيها ثقافات آسيوية، تنحو منحى آخر، بمعنى أن الثقافة هي خصائص أمة معينة. هذه الخصائص تدخل في مجال القيم، في مجال يعني في المجال المعنوي أكثر من الجانب المادي، المنتجات الحضارية للحضارة. هذا من ناحية. ولكن أيضا ثقافة أي أمة من الأمم تتكون تاريخيا، وبالنسبة لنا نحن في الثقافة العربية، طبعا ثقافتنا العربية اغتنت منذ ما قبل الإسلام مرورا بالتاريخ الإسلامي والانفتاح على، وتعرف ونعرف جميعا أن الإسلام انتشر في بقاع مختلفة، وبالتالي اغتنت الثقافة العربية بهذه الحضارات وبهذه الثقافات، ومن ثم يعني مررنا بالمراحل المختلفة للتاريخ الإسلامي المعروفة، وصولا إلى الاستعمار الغربي ونيل الاستقلال. في الحقيقة يعني أنا أريد أن أؤكد هنا أن أزمة الثقافة العربية هي جزء أساسي من أزمة الدولة العربية. يعني اليوم لما تقول مجتمع أو دولة فيها أزمة أو مأزق في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أيضا الثقافي، يعني بمعنى الأزمات والإشكاليات في الأمم وفي الشعوب وفي الدول تكون شاملة. يعني لا يمكن أن تكون هناك أزمة في جانب وهناك تقدم في جوانب أخرى، خاصة يعني إذا كان الفروقات كبيرة. نحن للأسف نعيش حالة انهيار منذ سنة 67، الهزيمة في 67، حتى هي اللحظات المضيئة التي برزت بعد 67 كانت مجرد لحظات لم تكن في العمق، لم تؤثر في عمق ثقافتنا، في عمق اقتصادنا، في عمق اجتماعنا، في عمق دولنا. هذه المسألة. الجانب الآخر، تاريخية الثقافة أيضا لها علاقة بعملية التثاقف، لأنه أيضا نحن منذ، ليس اليوم فقط وليس من بدايات هذا القرن 21، وإنما منذ سنوات بعيدة هناك عملية تثاقف بين العرب والمسلمين والغربيين والأمريكيين. حتى أدخل أستاذ عبد الله، حتى أدخل إلى الموضوع مباشرة بعيدا عن العموميات، يعني أنت عندما تتحدث عن التثاقف بين العرب والمسلمين، ماذا تقصد بالتحديد هنا؟ التثاقف ما هو؟ يعني هو عملية التبادل الثقافي، الإغناء، لأنه الغنى، ما فيش ثقافة يمكن أن تكتفي بذاتها، يمكن أن تعطي ويمكن أن تغتني أيضا بالثقافات الأخرى. عملية التثاقف هذه هي بالضبط عملية الأخذ والعطاء مع الثقافات الأخرى. وعطاء ماذا تحديدا أستاذ عبد الله؟ نعم، الأخذ والعطاء هنا محكوم بالعادات والتقاليد أم بالمحتوى الأدبي أم بماذا بالضبط؟ هو محكوم عمليا بقيم، مثلا اليوم قيم العمل، قيم العدل، هذه قيم إنسانية عامة يمكن أن تغتني بها الثقافات، يعني ثقافتنا العربية بالثقافات الأخرى. يعني مثلا أجلب مثال، الآن نحن للأسف في العالم العربي لا نحترم كثيرا الوقت، بينما في الغرب كما هو معلوم يحترمون الوقت. هذه قيمة ثقافية بالمناسبة، حتى العمل وإنتاجية العمل، ويعني هناك حتى للأسف بالرغم من أنه نحن مفاهيم العدل والتضامن والتكافل موجودة في حضارتنا العربية الإسلامية وفي ثقافتنا، إلا أنه نجد أن في الغرب كما قال
محمد عبده عندما زار باريس أنني أجد إسلاما ولا أجد مسلمين، وبعكس بلادنا أجد إسلام مسلمين. كما ينسب لمحمد عبده. نعم أستاذ عبد الله، وأنا أشكرك على أنك وضعت بعض الأمثلة الحية حتى ندخل إلى صلب الموضوع ونبتعد عن المجردات قدر ما نستطيع. أستاذ نبيل، لو تحدثنا عن تاريخية الثقافة العربية، يعني متى تشكلت الظروف التاريخية لتشكل هذه الثقافة، لا أقول كمصطلح وإنما كمفهوم. تعني الثقافة في حالتها المعاصرة، لأن الثقافة أدوار، يعني الدور الذي نحن فيه كيف تشكل، أو تعني أصل لا الثقافة بأس بأن العربية؟ تحدثني ولو باختصار من فضلك عن كيفية تشكلها تاريخيا ثم انتقالها من طور إلى طور. نعم طبعا، الأكيد يعني وجود أمة اسمها الأمة العربية، هذا يعني كان مصحوبا بوجود ثقافة تمثل هذه الأمة بلا شك، وهذا حتى يرجع إلى أضواء مراحل تاريخية سابقة على الإسلام بقرون طويلة، فهناك حضارات وثقافات إسلامية، عفوا عربية، ظهرت في جنوب الجزيرة في اليمن تحديدا وفي أطرافها الشمالية الشرقية والغربية، هذه مسألة قديمة، ولكن لما جاء الإسلام صارت هذه الثقافة عالمية، بعد أن كانت محلية بشكل كبير صارت لها شخصية عالمية، وتطرقت أو انتقلت هذه الثقافة إلى مناطق واسعة من العالم، والعرب أنفسهم انتشروا انتشارا واسعا في بيئات كثيرة فارسية ورومية وبربرية وسائر البيئات، حتى في الأندلس كما نعلم، فذهبوا بهذه الثقافة، وظلت تنتقل هذه الثقافة من دور إلى دور، إلى أن يعني غفى العالم الإسلامي والعالم العربي جزء منه طبعا، غفى غفوة مع يعني مع يعني انكسار الموجات الصليبية والموجات التتارية، العالم الإسلامي بدأ في مرحلة المعاناة والتراجع في مقابل نوع من التقدم، وإن كان بطيئا ما في الغرب، إلى أن جاءت القرون الخمسة الأخيرة وظهر الفرق الشاسع. فالعالم الإسلامي لما اصطدم بالعالم العربي، لما اصطدم بالحالة الغربية من خلال الحملة الفرنسية وغيرها، بدأ يفيق على وضع آخر مختلف، لم نعد العالم الأول كما يمكن أن نستعمل المصطلحات المتأخرة، لم نعد الأمة القوية وكذا، بل الجيوش الغربية نزلت إلى عواصمنا وسيطرت على أغلب هذه المنطقة. الآن نبحث عن هويتنا، من نحن، ما ثقافتنا، هل نحن لنا ثقافة أصلا يمكن أن تمثلنا؟ فهذا البحث عن الذات أدى إلى نشأة الحالة الثقافية الحالية. تنازعت هذه الحالة أسئلة كثيرة، أين موقعنا من التاريخ الذي مضى، تاريخنا يعني، أين موقعنا من الآخر القادم علينا الذي فرض يعني فرض نفسه وسيطرته علينا. فظهرت الحالة الحالية التي فيها نوع من التردد ما بين ألوان كثيرة، هناك نزعات كبيرة وكثيرة في ثقافتنا العربية بسبب الحالية طبعا، الحالية أقصد خلال قرن كامل أو أكثر، تتنازعون النظرة إلى التاريخ والنظرة إلى الواقع والنظرة إلى وضعنا العام في كل جوانبه، وأيضا إلى علاقتنا بالآخر القوي أو المسيطر. فكل هذه الخلطة الكبيرة هي التي صنعت الحالة الثقافية الحالية، هي حالة متوترة ومترددة لم تستقر، فيها عوامل قوة وفيها عوامل ضعف، فيها عوامل تردد وعوامل ثبات. لكن هناك بلا شك ثقافة عربية كثيرون حاولوا أن يكتبوا عنها ويبينوها، ولكن ما زلنا كأننا يعني ما زلنا نتجادل، كما كان هناك جدال قبل 150 سنة حول التجديد الأصالة الأصالة والتجديد، وما بين الأصالة والمعاصرة، ما بين موقفنا من التراث، ماذا نصنع فيه، نتركه كله أو نهذبه، أو ماذا نصنع فيه، كل هذه الأسئلة ما زالت مطروحة، وهي التي تؤدي إلى نوع من التوتر الحاصل في الحالة الثقافية العربية الراهنة. نعم، أريد أن أسأل أستاذ عبد الله أن الثقافة بشكل عام تتشكل بناء على عوامل الإنتاج الإنساني في المجتمعات أم بناء على التضاريس والجغرافيا؟ وهذا قد يجرنا إلى حديث المقارنة بين الثقافة العربية وثقافة مجاورة مثل الثقافة الفارسية مثلا، أو ثقافة أبعد بقليلا مثل الثقافة الهندية. خصائص ومميزات الثقافة العربية أستاذ عبد الله. طيب، شكرا. مرة أخرى أقول بإني لم أسمع شيئا
مما قاله الأستاذ الفاضل. المهم يعني مبدئيا ما في شك كما ذكرت بأنه الثقافات، ثقافة أي أمة تتكون تاريخيا بفعل عوامل عديدة. لا شك الموقع الجغرافي له دور، ولكن هناك عوامل عديدة أخرى، طبيعة المعيش، طبيعة الاقتصاد، يعني عوامل عديدة تلعب دور في تشكل الثقافة أو في تطورها لأي أمة من الأمم. اليوم مثلا المثال الذي ذكرته بالنسبة للحضارتين العربية والفارسية، وهما حضارتان تنتميان إلى الإسلام تاريخيا، ولكن لا شك هناك فروقات بينهما، كل منهما ساهمت في إغناء الأخرى. هذا ما سميته يعني عملية التثاقف من خلال الثقافة العربية الإسلامية المشتركة، ولكن بقي هناك تمايز لاعتبارات عديدة. اليوم تشكل الإمبراطورية الفارسية ما قبل الإسلام له دوره وتأثيره، كما أن العرب ما قبل الإسلام وثقافاتهم أيضا لها دورها. وهنا يعني بالأصول في تمايز، فمن الطبيعي جدا أن التمايز الذي كان في الأصل سينعكس حتى لو تمازجت هذه الثقافات كما لاحظنا مع بين هاتين الثقافتين، نعم. إلا أنهما يعني طالما أن الأصل مختلف فمن الطبيعي أن طيب، يبقى هناك إلى أي مدى أستاذ عبد الله تمايز. يمكن الحديث عن ثقافة عربية تتميز بقيم الأخلاق وتركز على البعد المعنوي لا المادي في الحضارة، بخلاف ما قد يقوله بعض القارئين للثقافة الفارسية بأنها في منطلقاتها ما قبل الإسلام كانت ثقافة مادية تركز على الجانب المادي، ومنها بعد ذلك حتى بعد قدوم الإسلام إلى فارس مثلا ظهرت الشعوبية كمفرز للثقافة الفارسية، إلى أي مدى يمكن الحديث عن هذه السمات والخصائص؟ يمكن يعني عمليا كما كنت أذكر منذ قليل، يعني الثقافة الفارسية والثقافة العربية ما قبل الإسلام لهما تأثير إلى مرحلة ما بعد الإسلام. الثقافة الفارسية حتى الثقافة العربية إذا شئت، لما تندرس في عمق فترة الجاهلية ما قبل الإسلام، أيضا كان عندها طابع عملي، يعني ليست فقط مجموعة قيم، لأنه الطابع العملي لأي ثقافة عمليا يشكلها طبيعة الإنتاج، طبيعة العمل، طبيعة الجغرافيا، البداوة، الزراعة، الصناعة، يعني بمعنى شكل عملية الإنتاج تلعب دور لكن أيضا نعم، في لكن كانت تحكمها قيم مثلا الشجاعة والكرم والفروسية، هذا الذي يميز الثقافة العربية في مرحلة ما قبل الإسلام، وهي في النهاية قيم أخلاقية. يعني أستاذ عبد الله وأستاذ نبيل، أرجو أن تبقيا معنا، هذه وقفة قصيرة تتبعها عودة لمواصلة الحديث. أسعدكم الله، وهذه عودة في حديث العرب للحديث عن أزمة الثقافة العربية. سريعا أذهب إلى الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، في الحديث عن الثقافة العربية يعني يكاد ينعقد الإجماع بين المثقفين والمفكرين والعلماء العرب على أن هناك أزمة حقيقية في الثقافة العربية. أزمة الثقافة العربية لو تحدثنا عن مظاهرها اليوم.
نعم، يعني كان الأستاذ عبد الله أشار إلى أنها جزء من أزمة الدولة عموما، وأنا أحب أن أضيف شيئا هنا، وهو أنه ليس هناك علاقة طردية بين أزمة الدولة وأزمة الثقافة. يعني ليس بالضرورة الدولة المأزومة تنتج ثقافة مأزومة، والدليل على هذا أن يعني بعض عصور اليونان الثقافية المبهرة أو الباهرة كما يقول بعضهم كانت يعني عصور سقوط سياسي، وكذلك في حضارتنا في القرن الرابع الهجري مثلا كانت الدولة العباسية دولة ضعيفة، وفي مقابل الثقافة الإسلامية كانت في منتهى القوة كما يعني يلاحظ المتابع يعني القارئ. لكن السبب في أن أزمتنا الثقافية الحالية مقرونة بأزمة الدولة هو أن الدولة الحديثة هي دولة كما يقول دولة تكويش، يعني دولة سيطرة حتى على الوسائل الثقافية، حتى يعني ان المثقف لا يستطيع ان يعني يبرز براسه الا في العاده، يعني لا يستطيع ان يبرز براسه الا في نطاق يعني نطاق الدوله، وفي يعني على مسارح الدوله وعلى المؤسسات الثقافيه التي تملكها الدوله. لكن تجليات ازمه الثقافه العربيه التي نعيشها نحن تبدو في ضعف دور المثقف. نحن الآن لو طبقنا هذا على الأدوات التكنولوجية المعلوماتية هذه، الآن ليس هناك ضبط. مثلا على سبيل المثال لو أردنا الآن أن نخرج بميثاق للتعامل معا من خلال مواقع التواصل، ميثاق ثقافي عربي للتعامل في المجموعات والمواقع ويعني مواقع التواصل هذه عموما، هل نستطيع أن نفعل هذا؟ هل يمكن أن يكون هناك مثقفون يستطيعون أن يحتشدوا لكي يؤسسوا لهذا الأمر؟ صوت المثقف صار واهنا ضعيفا. كيف شاركت الدولة في هذه الأزمة؟ الدولة تريد المؤيد لها، تريد الأمان يعني يعبر عن برامجها وتوجهاتها، وأنتم تعرفون حال الدولة ووضعها في عالمنا العربي. فأي مثقف يعني ينادي أو يحول صوته إلى بوق باسم الدولة وباسم النظام، فأولا سيفقد أصالته، سيفقد دوره. ولعلكم تعرفون الكتاب المشهور، كتاب عودة الوعي لتوفيق الحكيم، ويعبر فيه عن يعني أساه وأسفه الشديد أنه كان جزءا من تجربة الستينيات المصرية والخمسينيات المصرية، أنه كان جزءا منها وأنه كان مغيبا، وهو رجل من صناع الوعي توفيق الحكيم، يعني أكبر مسرحي عربي تقريبا، ومع ذلك صار لأنه صار بوقا يتكلم باسم الدولة وباسم توجهاتها ويعتلي مؤسساتها ويعني وظائفها الثقافية، ويشعر بأنه تحول إلى صوت، إلى صدى صوت، ليس أستاذ معبرا نبيل، عن يعني ثقافته الأصيلة. طرقت مثلا وهو الحكيم وهو من مثقفي النخبة، لكن لو ماذا لو نزلنا إلى القاعدة الأعرض يعني وتحدثنا عن القيم العامة في المجتمعات العربية التي تمثل وجها وأشكال تعبيرية للثقافة، مثل قضايا متعلقة بمثلا الكرم، الجيرة، علاقات حسن الجوار، في قضايا قيم كثيرة بدأت تتغير ملامحها في الثقافة العربية، لو تحدثنا عن مظاهر هذه الأزمة سواء على مستوى النخب أو حتى على مستوى القاعدة بشيء من الاختصار. هناك من يدعو إلى الفصل بين وظيفة الداعية ووظيفة المثقف، وربما هذا يكون شيئا يعني توجها مغرضا عند بعض الكتاب، يدعو إلى الفصل ما بين وظيفة الداعية والمثقف. ولكن يعني نحن لو أردنا أن نحدد هذه المسألة ونضعها على أساس، فنقول كل من يصنع توجهات المجتمع فهو مثقف، سواء كان خطيبا على منبر، سواء كان شاعرا يلقي قصيدة، أو مؤلفا مسرحيا، أو مؤلفا لكتاب، أو ما شابه ذلك. هؤلاء جميعا نحن نعدهم ممثلين للثقافة، كلهم تماهوا في الدولة تقريبا، ومن أراد أن يعبر عن ذلك بشكل مستقل فصوته واه لا يصل، أو منفي، أو مسجون، أو ما شابه ذلك. خاصة في أزمة أقصى، إما أن تتماهى في توجهات وخطط وترتيبات معينة، وإما أن تنفى على هامش يعني حتى الإنسان الذي يصنع صفحة على أو قناة على اليوتيوب ويتوجه بها إلى الجماهير لكي يكشف عنها هذا التغييب للوعي،
هذا يطارد حتى لو كان خارج الوطن. فإذا صانع الثقافة الأصيل الذي يحاول أن يستقل برأيه وصوته هذا يطارد في كل مكان. ويعني هنا نصبح متعاملين مع مصطلح الثقافة والمثقف بالمعنى العام، ليس بمعناه الخاص الذي يعني المؤلفين والكتاب وصناع الأدب وصناع الثقافة الفكر وصناع الكتابة. نحن نعني هنا بالمثقف كل من يصنع توجهات المجتمع، كل من يسهم في يعني غرس وتجديد القيم في نفوس الناس وتصحيح الأفكار والآراء في نفوس الناس. إذا قصدنا بهذا المعنى فهذا مأزوم، المنبر منابر المساجد مأزوم، يعني قاعات المحاضرات مأزومة، كلها مأزوم بسبب يعني أن أزمة الدولة أثرت أزمة المثقف، ولكن بسبب الظرف الحالي. طيب لو انتقلت لو العلاقة بين الدولة والمثقف. نعم، يعني دعني أنتقد الأستاذ عبد الله. إذا ما أخضعنا الثقافة والحضارة بمفهومهما الشاملين إلى تسلسل التاريخي كما يقول بعض الكتاب، يعني عصر القبلية والرعي، ثم بعد ذلك انتقلت الثقافة والحضارة إلى عصر الزراعة، ثم عصر الصناعة، وبعد ذلك الآن قيد التشكل والتكوين عصر المعرفة. السؤال هو في ظل الحديث عن أزمة الثقافة العربية اليوم، إلى أي مدى هناك انهزام لهذه الثقافة بسبب عدم قدرتها على مواكبة المنتج المعرفي القادم من الغرب؟ لا شك عندما نتحدث اليوم عن مجتمع المعرفة وشروطه تظهر تتجلى بشكل واضح أزمة الثقافة العربية. هذه الأزمة التي تبدأ منذ يعني في التعليم بكل مستوياته وصولا إلى المثقفين والجامعيين وغيرهم. المهم أنه يعني عندما نقول أن هناك أزمة الدولة العربية، في الحقيقة أزمة الدولة العربية عم تنعكس حتى على هذا الرابط. يعني نحن كعرب ماذا يربطنا الآن؟ الرابط الثقافي. للأسف إذا هذا الرابط الثقافي يعيش أزمة عميقة كما تعيش الأزمة الدول العربية على المستويات السياسية والاقتصادية، يعني مثلا أخذ مثالا الآن في ظل جائحة كورونا، أين هو التضامن العربي؟ أين يعني حتى اجتماع عربي من أجل التنسيق لم يحصل. المهم ما أقوله، تتجلى أزمة الثقافة العربية في مظاهر عديدة. قلت الدولة العربية، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهم في الحقيقة وهي في صلب سؤالك أستاذ جياد، هو عمليا اختلال العلاقة بين القول والعمل. نحن في ثقافتنا كثير من الأقوال والقيم وغيرها، أما لما نجي للممارسة العملية نجد هناك افتراق كبير بين الممارسة وبين ما نقوله نظريا، وهذا أحد تجليات الأزمة العميقة للثقافة العربية. ثم هناك مظهر ثالث وهو مهم أنا أعتقد، هو مشكلتنا أنه نحن ماضويين، يعني نعتقد بأن السلف الصالح هو الذي يخدمنا في عصرنا الحالي وفي معطيات مجتمع المعرفة، في مجتمع يعني اقتصاد المعرفة، في مجتمع اليوم أن الجامعات يجب أن تكون مخرجاتها تتناسب مع حاجات العمل وغيرها، بدل هي البطالة التي نجدها للجامعيين وغيرها. يعني بمعنى أن هذه الثقافة الماضوية التي تنغلق على نفسها لا تنفتح على العصر. طبعا الانفتاح لا يعني الذوبان، في فرق، لأنه عملية التساقف نعم. تمت تاريخيا بين كل الأمم والشعوب. ألسنا نحن عندما كنا في الأندلس، ألم يأتي علماء الغرب لكي يأخذوا عنا في الأندلس؟ بمعنى أنه دائما الحضارات والثقافات تتساقف مع بعضها البعض. نعم. ليس عيبا أن نقول اليوم بأننا نحن نعيش أزمة
يجب أن ننفتح على الآخر، يجب أن نغتني بما تقدمه هذا استاذ عبد الثقافة الله، هذا الذي الإنسان. تتفضل به يعني يطرح سؤالا كبيرا عن ما يمكن ان يؤخذ وما يمكن ان يطرح. هل ناخذ التقانة كعرب، هل ياخذون التقانة ام ياخذون المفردات والمفاهيم والافكار؟ هنا اريد ان انتقل لو اذنت لي الى الاستاذ نبيل فولي لاساله، ينسب الى المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمه الله، انه قال عندما تمارس السياسة بدون مرجعية ثقافية متينة تتحول إلى عنتريات ولغو نضالي. السؤال هو ما طبيعة العلاقة أو جدلية العلاقة بين السياسة والثقافة تأثيراً أو رقياً أو انحطاطاً إلى آخره؟ الثقافة تصنع توجهات، الثقافة تصنع توجهات في داخل الجماعة الإنسانية بشكل عام، بمعنى أن مثلاً دور شخص معين مثقف معين في داخل المجتمع يصنع عقليات، هذه العقليات تؤمن بأفكار، هذه توجهات، هذه التوجهات تقلق السياسي إن لم تكن تابعة له، تقلق السياسي، تشعره بالتوتر وعدم الاطمئنان، فلذلك دائما هناك حرص من السياسي على استيعاب الثقافي بصورة أو بأخرى، ولذلك مجالس السياسيين ممنوعة بالمثقفين، ممنوعة بالعلماء، ممنوعة بهؤلاء الناس، فلا نريد القطيعة بين المثقف والسياسي بلا شك، ولكن نريد للمثقف بمعناه الكبير الواسع أن تكون له وظيفة، ألا يكون سلبيا، ألا يكون منساقا، ألا يكيفه السياسي على مقاسه، بالعكس نحن نريد للمثقف أن تكون وظيفته هي حسن التوجيه وحسن التأتي في توجيه هذا السياسي. السياسي غالبا يعني رجل إدارة، إن كان طبعا ذا إمكانات، رجل إدارة مؤسسات، رجل إدارة جيوش وإدارة علاقات، أما المثقف فهو صانع أفكار وآراء، وهذه الآراء هي التي ينبغي أن تخرج من عقلي ونفسي وروح المثقف إلى عقلي وروحي ونفس السياسي. لا نقول المثقف سيكون وصيا على السياسي بحيث يتحكم فيه ويلغي شخصيته، لا نقصد هذا، ولكن نوع من التفاعل بين الإداري الجيد للدولة ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية وبين المثقف الذي يصنع الأفكار والآراء النظرية. إذا حصل هذا الانسجام بين هذين الطرفين نكون قد أفلحنا، أما أن يسعى أحدهما إلى استيعاب الآخر وإلغائه فهذه كارثة حصلت كثيرا في تاريخنا يعني قديما وحديثا، والأغلب هو أن السياسي يحاول أن يستوعب ويلغي الثقافي في أغلب الأحيان. الآن يعني نستطيع أن نقول إن المثقف، وأحيانا يكون مثقف هذا إعلاميا بالمناسبة، وقد يكون مثقف كاتبا في صحيفة أو كذا، يعني إما مديرا لمؤسسة ثقافية أو صانعا لأفكار وآراء. الآن هؤلاء مش أغلبهم، الأغلبية العظمى يشبهون الخدم الذين يعملون في قصر السلطان، فتأتيهم التوجيهات وتأتيهم الأوامر مكتوبة على مسج رسائل وكذا، وبتوجيه مباشر وبشكل مباشر، اصنع كذا وافعل كذا، للأسف الشديد. فهذا هو الذي يعني محى وظيفة المثقف الحقيقي، محاها محوا، وصار المثقف الحقيقي لابد له من أن يقطع في غالب الأحيان طبعا، أن يقطع الحبل بينه وبين السياسي، أن يقطع الحبل بينه تماما، وأن يستقل بنفسه وأن يعاني معاناة شديدة في غربة أو في وطن يعاني معاناة شديدة بسبب أنه لا يستطيع أن يجد فرصته الكاملة في أداء وظيفته نحو أمته ومجتمعه. لا شك أن المثقف عليه دين لمجتمعه، هو ابن مجتمعه، فلا بد أن يقوم بوظيفته ودوره. حينما يسعى إلى هذا يجد أخطار محدقة به، خطر السياسي الذي يضيق عليه إن كان فاسدا، خطر أنه يعني يريد أن يقول رأيه وأن يعيش حياته، يجد في ذلك يعني شيئا من التشتيت الذهني والعقلي والنفسي الذي يعانيه المثقف في عصرنا او في وقتنا الحاضر. نعم، اليوم استاذ عبد الله، اليوم يوجد يعني ربما هناك فقر في المثقفين العميقين القادرين على احداث وعي في او يعني احداث اثر في الوعي الجمعي لدى الانسان العربي، لدى العرب. بالمقابل هناك صعود لطبقة من المثقفين السطحيين، وهذا كتب عنه غير مفكر وغير كاتب. ما مدى الإشكالية التي يمكن أن تنعكس على الثقافة العربية كمحتوى في ظل هذه الظاهرة؟ طيب شكرا. يعني أنا أيضا سأنطلق من يعني الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي
عندما تحدث عن شروط النهضة. شروط النهضة قضية بنيوية في داخل كل أمة. إذا لم تتشكل بالأساس الأسس والمرتكزات للنهضة من داخلنا، لا أقصد طبعا بمعزل عن الآخر، أقصد إذا لم تتحول البنى الداخلية، وهنا أتقاطع مع ما كان يقوله الأستاذ الفاضل منذ قليل، بأنه مشكلة أنه لما يكون في افتراق بين السياسة والثقافة، السياسة الحاكمة للثقافة في ظل طيب يعني هذه الأنظمة استاذ عبد الله العربية. لو اذنت لي، يعني هذا الجانب على نفاسه ما تقوله تحدثت عنه قبل قليل، لكن ماذا عن السؤال الذي سالتك اياه عن وجود طبقه من المثقفين السطحيين وغياب المثقفين العميقين القادرين على التاثير في وعي الجمعي للعرب؟ ما هو عزيزي جهاد، انا كنت جاي لاقول بانه وجود يعني هذه السلطات التي تمنع هذا المثقف العميق النقدي أن يلعب دورا، هذا أنا كنت سأصل له. المشكلة أنه هذه الحكومات وهذه الأنظمة وهؤلاء القادة السياسيين يفضلون النمط الأول، نمط المثقف الذي يقول وي وي لكل شيء يريده الحاكم. لذلك هناك استبعاد عمليا للمثقف النقدي العميق الذي يمكن أن يساهم في عملية نهضة حقيقية، مع تأكيدي بأن النهضة ليست مسألة ثقافية فقط، هي نهضة شاملة في الاقتصاد والثقافة، والأهم هو في موضوع حقوق الإنسان، المواطن، الديمقراطية، الدولة الحديثة. هذا كله يجب أن يسير مع بعضه البعض. لا يمكن أن تنهض الثقافة في أمة من الأمم بمعزل عن النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي. طيب. نحن مطروح علينا، أنا بتقديري على كل المثقفين العميقين. هل تأذن لي أستاذ عبد الله أن أختم معك بالوصفة المطلوبة للخروج من هذه الأزمة؟ لأن هذا السؤال أدخره لك ولأن الوقت قصير، يعني أعتذر عن المقاطعة لكي أذهب إلى الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، الآن أي مستقبل للثقافة العربية يمكن استشرافه من خلال ما تتحدث عنه التقارير الصادرة، التقارير الرسمية وحتى غير رسمية صادرة، عن أن الشيوع الآن للأمية الثقافية بين الأكاديميين والجامعيين بسبب طرائق التعليم، أي مستقبل ينتظر هذه الثقافة العربية؟ طبعا المستقبل مفتوح، يحتمل فيه كل شيء، لكن يعني ما دام هناك بناء نوع على من المعطيات طبعا التي بين نعم أيدينا. نعم نعم يعني دائما المستقبل نقرأه قراءة مشروطة، نقول إذا استمر الوضع الحالي في مصادرة وظيفة المثقف والإصرار على استيعابه في داخل الدولة بشروط الدولة نفسها، فسنبقى وسننحدر أكثر بلا شك. ويعني في والتعليم هنا ضعف التعليم هنا يخدم هذه القضية بشكل سلبي. لماذا؟ لأن المثقف يبني وظيفته على وجود تعليم جيد في داخل الجماعة أو داخل المجتمع الذي يعيش فيه، فبالتالي إذا استمر هذا يعني الافتراس للمثقف والاحتواء الشرس لهذا المثقف بحيث يصير أداة في يد الأنظمة، فلا شك أننا سننحدر أكثر. أما إذا يعني حصل نوع من التغيير في عقلية الدولة أو حتى في الأنظمة وتحولنا إلى أنظمة أكثر يعني عقلانية أو أكثر فهماً أو أكثر أصالة أو أكثر عروبة حتى، فيعني يحتمل أن يحدث نوع من الحراك، ونحن نقول يعني مجتمعنا يحتوي على تيارات مختلفة، هذه التيارات ينبغي أن تتفاهم. كل التيارات الفكرية الموجودة في عالمنا العربي يعني تضررت بسبب الموقف من الثورات العربية، كل التيارات تضررت هذا ما سواء كنت كانت اريد تيارات اسالك عنه دينية استاذ او غير نبيل، يعني دينية. هذا ما كنت اريد ان اسالك عنه، يعني بدقيقه من فضلك، يعني هل مستقبل هذه الثقافه متوقف على ما سينتج عن التغيير في المنطقه عن الثورات العربيه او الربيع العربي او الانتفاضه العربيه؟ لا شك ان يعني اي تغيير سيحدث فيه تغيير في الناحيه الثقافيه، نحن
نرى أن الثقافة تغير المجتمع والمجتمع يصنع الثقافة. بمعنى مثلا الأقلام التي سبقت الثورة الفرنسية مثل فولتير ومونتسكيو وكذا، هؤلاء هم صناع الثورة الفرنسية، هم صناعها مع أنهم ماتوا قبلها، لكن صناعها. والثورة الفرنسية صنعت أقلاما أخرى جاءت بعدها. فهذا هو يعني الدور المتبادل بين الثقافة والواقع، أن الواقع الجيد يصنع ثقافة جيدة، وأن الثقافة الجيدة تمهد للواقع الجيد. فهذا هو الذي نأمله، أن يكون هنا أن تكون هناك نعم ثقافة نظيفة تصنع مستقبلا نظيفا، نعم أو أن يكون هناك واقع نظيف يصنع ثقافة نظيفة. جميل. يعني أذهب إلى سؤالي الأخير مع الأستاذ عبد الله، هل هناك وصفة محددة معينة للخروج الثقافة العربية من أزمتها الراهنة، أم أن المسألة تحتاج إلى وقت تراكمية، قضية تراكمية؟ لا شك هي قضية تراكمية، وبقدر ما تنتصر الموجات المتتالية لربيع الثورات العربية بقدر ما نقترب من هذه العملية. هذا يحتاج إلى إحياء ثقافي، إحياء ثقافي عربي يقوم بالأساس على الاستيعاب النقدي لثقافة الآخر. إذا بقينا منعزلين عن ثقافة الآخر، ثقافة الغرب المتطور، أنا بتقديري لن نتقدم مهما حصل. المهم أن نستوعب نقديا الثقافة الغربية والتقدم الغربي، هي واحد. ثم هناك ناحية أنا بتقديري كنت أقول إحدى مشاكلنا هو الافتراق بين القول والعمل. إذا لم نتجه نحو ثقافة الإنجاز والعمل، أيضا لا يمكن أن نراكم، لأن عملية الثقافة عملية تراكمية. لا يمكن لأمة من الأمم أن تحيي ثقافتها وتتقدم إلا بعملية التراكم، التراكم من خلال طبعا الإنجازات الفعلية وليس بالقول. للأسف نحن مشكلتنا في العالم العربي أنه بالفعل نقول كثيرا، ولكننا بالفعل نجد يعني هناك نعم تراجع في عملية الفعل وعملية الإنجاز. ثم نحن لا ندعي بأننا هناك واجب حضاري يعني تفرضه علينا ثقافتنا العربية الإسلامية، أين ممارستنا لهذا الواجب الحضاري تجاه الحضارة الإنسانية؟ مثلا اليوم ما هو دورنا نحن في ظل جائحة كورونا في المساعي التي يبذلها كثير من العلماء؟ للأسف علماؤنا الموجودون في الخارج هم الذين يعملون من أجل البحث نعم عن لقاح لكورونا، كما حصل مع نعم العالم المغربي في الولايات المتحدة أشكرك. الأمريكية، بينما نحن في بلادنا لا نقوم بهذا الواجب الحضاري. أشكرك، وقانا الله وإياك والسادة المشاهدين وباء كورونا وكل الأوبئة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين، الأستاذ عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، والأستاذ نبيل الفولي أستاذ الفلسفة والعقيدة. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى.